معالي الوزير. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية شكرا معالي الأخ العزيز فؤاد على طيب الضيافة، وكما قال الزميلان العزيزان نحن هنا في سياق متابعة آلية التعاون الثلاثي التي أطلقتها قياداتنا سبيلا من أجل تعزيز عملنا المشترك خدمة لشعوبنا وخطوة مؤسساتية ممنهجة لتحقيق الأفضل في جميع مجالات التعاون الكثيرة والمتاحة أمامنا. تشرفنا اليوم بلقاء القيادات العراقية، فخامة رئيس الجمهورية، دولة رئيس الوزراء، وسيادة رئيس مجلس النواب، وتشرفت بنقل تحيات سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله إليهم وإلى أهلنا في العراق. ورسالتنا اليوم أننا نرى إلى تعاوننا المشترك حاجة وضرورة من أجل زيادة قدرتنا على مواجهة التحديات الكثيرة والمتنامية في منطقتنا، سواء فيما يرتبط بتبعات الأزمة الأوكرانية وانعكاساتها على الأمن الغذائي والطاقة وأسعار السلع، وأيضا فيما يتعلق بالتحديات الإقليمية التي نعمل جميعا من أجل تجاوزها وبالتالي تحقيق الأمن والاستقرار والسلام الذي نحتاجه جميعا. فلن أضيف كثيرا إلى ما ذكره الزميلان، سوى أن أؤكد بأننا ماضون في تعاوننا، الرؤى واضحة، الإرادة صلبة، والعمل ممنهج ومستمر. ونؤكد مرة أخرى على أننا نقف إلى جانب العراق الشقيق في مواجهة كل التحديات، لأن أمن العراق أمننا واستقرار العراق استقرارنا، وإنجاز العراق هو إنجاز لنا جميعا. فنقف إلى جانب العراق الشقيق بكل طاقاتنا وبكل إمكاناتنا وبكل قدراتنا، ومرة أخرى نرى في آلية التعاون الثلاثي سبيلا لتعظيم قدراتنا المشتركة على الإنجاز وعلى مواجهة التحديات. وكما ذكر الزميلان، كنا خلال القمم التي تمت قطعنا مسافات واسعة باتجاه تعريف الفرص التي يمكن أن نعمل معا عليها، سواء في قطاعات التجارة، الصناعة، الاقتصاد، النقل البري، الربط الكهربائي إلى غير ذلك. واليوم أعتقد توافقنا بشكل أساسي على خطوة باتجاه مأسسة أعمق لهذا التعاون عبر إنشاء آلية تضمن متابعة حثيثة ومستمرة وناجعة للإنجاز الذي يتم. تحدثنا كما ذكر الزملاء أيضا في الوضع الإقليمي وجهودنا المشتركة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار، وبالطبع تحدثنا فيما يتعلق بقضيتنا الأساس، القضية الفلسطينية، وجهودنا المستمرة من أجل إسناد أشقائنا الفلسطينيين في سعيهم للحصول على حقوقهم المشروعة كاملة، وفي مقدمها حقهم في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس المحتلة. نتابع هذا اللقاء بلقاءات أخرى على مستويات متعددة، قطاعية ومهنية وفنية، لأننا نعتقد أن في ضوء التحديات المتعاظمة يجب أن يتعاظم جهدنا وعملنا المشترك، وأمامنا خريطة طريق واضحة لتحقيق خطوات عملية باتجاه إنجاز المزيد من التعاون. فمرة أخرى كل الشكر أخي فؤاد على طيب الضيافة، وكل الشكر أيضا لأخي سامح على هذا الجهد المشترك الذي نقوم به اقتناعا من أننا تنفيذا لرؤى قياداتنا ماضون في عمل جاد ممنهج منتج إن شاء الله، لنخدم بلداننا ونخدم شعوبنا ونسهم في تعزيز العمل العربي المشترك إن شاء الله. فشكرا لكم. شكرا لكم.